أحييكم مشاهدينا أحلى تحية، وطبعا ومنبارك لكم بحلول شهر رمضان المبارك، ومنهني طبعا شيوخنا وشعب الإمارات الأبي بهالمناسبة الحلوة، بمناسبة شهر رمضان المبارك. أعاد الله علينا وعليكم بالخير والبركات. طبعا يوم جميل ويوم حلو، طبعا أول يوم بشهر رمضان، العالم كله صايمي. وطبعا نحن عملنا لكم برنامج أفطار على النار، وطبعا منرحب بالأستاذة آمنة ومنقول لك خطوة عزيزة على مطبخ شيف وديع. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك شيف، وأهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الأعزاء، مشاهدين قناة الفجيرة الفضائية. كل عام وانتم بخير. بهذه المناسبة نهدي أطيب تحية وتبريكات لشعب الإمارات حكاما وشعبا، ورمضان مبارك إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله تكونوا تستمتعوا معنا هذا رمضان بطبخات الشيف وديع من مطبخنا وبرنامجنا اللي هو إفطار على النار. حلو كتير. طبعا مثل ما بتعرفوا أعزائنا المشاهدين، اليوم عم يكون أكلي من الإمارات، وهي الأكلي بالإمارات أول يوم طبعا بيكون طبعا مثل ما بتعرفوا أعزائي المشاهدين، عنا السريد باللحم، عنا الهريس، طبعا هريس اللحم شيء طيب كتير لازم يكونوا على المائدة بأفطار رمضان، عاملين طبعا قمر الدين، عاملين طبعا هيدي من خفايا المطبخ، بنعمل سمبوسة بالجبنة. يعني اليوم ما شاء الله مطبخنا عامر. على فكرة مطبخنا هذا رمضان بيكون مختلف عن السنوات الماضية. بالضبط. هذا رمضان بيكون بنسافر فيكم عبر محطات من بلد إلى بلد، ما بنسافر بالطيارة ولا بنسافر بالبار القطار ولا بنسافر على بساط السحري، وإن بنسافر بطبخة. حلو. من طبخة إلى طبخة. حلو. فمعانا رمضان هالسنة بيكون كل يوم طبخة، وكل يوم بلد بنسافر فيه عن طريق طبخة. وطبختنا اليوم طبعا في هذا اليوم وفي هذا الشهر المبارك بتكون من أرض السعادة، أرض العطاء، دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم شيفنا بيطبخ لنا طبخة من تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، من طبخات الإمارات، من وطن السعادة. شو طبخ لنا اليوم شيف؟ اليوم بدي بلش نعمل هريس، هريس اللحم طبعا مثل خبز الرقاق. ثريد. نعم اليوم بالزبط. طبختنا طبخة اليوم بيطبخ لنا ثريد. ثريد. أيوة. وهريس كمان وهريس. مع جنبه. نعم. وطبعا هلا بدي ابتدي انا اعمل الهريس. ناخذ المقادير. ناخذ المقادير. طبعا كيلو لحم غنم فخد. هيل حب. طبعا المطيبات هيل وقرفة وورق غار لل وبصل وثوم هودي للمطيبات. عنا ملعقة ملح، عنا طبعا ربع كوب زيت نباتي، حبتين جزر مقطع، أربع حبات كوسة، حبتين بطاطا، حبتين باذنجان طويل، ثلاث حبات بصل مفروم، أربع حبات طماطم مقشرة، ملعقة كبيرة معجون طماطو، أربع فصوص ثوم مفروم، وملعقة طعم زنجبيل، وحبتين لومي يابس، ورشة فلفل أسود، وطبعا ربطة خبز رقاق الخبز، وحبتين فليفلة حر، ومرقة طعام بهار خليجي. هلا أي هاي هي مكونات السريد عندنا. نعم. بالنسبة لهذه بالزبط. الطبخة حطينا أول شيء زيت، بدنا نحط نحن طبعا نتابع الشيف، بدنا نحط الزنجبيل وال ايوه بنضيف الزنجبيل والثوم من شين لحتى طبعا طبخة ثريد من الطبخات المشهورة جدا بالإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعتبر من الطبخات الرئيسية على المائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. بالزبط.
وطبعا لها اقبال كبير وعليها اقبال كبير على فكره، ولذيذه طبعا هي بالاضافه انها لذيذه، بس لها اقبال وعليها اقبال ايضا اثناء شهر رمضان المبارك على فكره. بالزبط. من الطبخات المهمه جدا والمفضله عند الصغار والكبار. بالضبط طبعا، وبعدين بيطلع اللحم هني وطيب. نعم. ولذيذ، وبعدين مكوناتها تحتوي على مواد غذائيه مفيده جدا، وايضا عندنا من مكوناتها اللحم وهو ما يحتاج اليه طبعا جسم الصائم، خاصة بعد صوم ساعات طويلة. طبعا أعزائي. نعم. المشاهدين، من رقم الاتصال إذا بحب يتصل لحد فينا ويستفسر، الرقم على الشاشة موجود. وهلا حطينا شوية زيت. نتابع الشيف حاليا. نعم. نعم. عندنا اللي هو البصل. بالضبط. والزيت والزنجبيل. والزنجبيل والثوم. أيه. والبصل. وعلى فكرة ترى الثوم والزنجبيل يعطي ريحة طعم لذيذ وريحة طيبة. يعني زكية. نعم. حق الطبخة و بالزبط. تعطي ايضا الطعم هلا مميز. بالضبط. هلا استاذتنا حطينا نحن سلقنا اللحم وغسلناه مزبوط وسلقناه، شلنا الزفر منه وحطينا له مي جديده. أيوة. لصار المي مثل هي. شفتي كيف هذا عندنا طبعا اللحم الشيف نص كان طبعا نص استوى. قال انه نص استوى. بالضبط. هلا بدنا ننزله نحن هذا فخذ غدام لذيذ، وبدنا كمان هلا نحن وعم نقلب. أيوة. هلا طبعا هلا اللحمه مع البصل مشان تتشرب. بدنا. أيوة. نحط نحن البهارات الخليجيه. طبعا البهارات الخليجيه مطلوبه في كل مطلوبة طبخاتنا احنا. نعم ولذيذه. وعلى فكره شيف ترى الطبخات الخليجيه. نعم. وطبخاتنا احنا في الامارات خاصه لها بهارات خاصة فيها. بالزبط. على فكرة بالضبط، وفيهم بيعملوها على الإيد كمان. أيوة. بيعملوها اعتادت كثير من الأمهات والنساء الإماراتيات، وفي الوقت الحاضر أيضا يعني تتابعوا هذه المهنة أنهم يحمصوا البهارات قبل شهر رمضان ويجهزوا البهارات. بالزبط. سواء كانت يعني ناعمة أو كانت طبعا صلبة، فبهاراتنا احنا على فكره دائما تكون متواجده وطازة في المطبخ الاماراتي. طبعا حطينا هون معجون الطماطم. معجون الطماطم. اي نعم. الى الطبخه من احد مكونات الطبخه. بالضبط. وبعدين هون طبعا عندنا الخضار طبعا. أي. الكوسه والباذنجان الطويل والطماطم والبطاطا والجزر، يعني كثير كلها تدخل في مكونات الثريد. نعم. هلا واحيانا على فكره تاخذ ربة البيت يعني الموجود دائما، اللي هي الخضار الطازجه الطماطم والباذنجان والكوسه، واحيانا يستخدم القرع، واحيانا يستخدم على فكره يستخدم ايضا اعزائي المشاهدين البصل الاخضر يعطي، والباميه. والباميه. نعم. نعم. تعطي يعني على فكره سماكه الخضرة. حق الثريد. نعم. بعد ما يتسبك هو والخبز. ايه. العربي ويصير ويستوى. اهم. نعم. شيء يكون ناضج. نعم. هذا شويه ملح. ملح. ايوه. وهودي شويه كمل فل. هذا شويه ملح. ملعقه. ملعقه ملح. ايه. لانه المرقه انا حطيت ملح بالسلق. ايه. سلقت اللحم نص سلقه، يعني بعبد النص سلقه منشان لحتى تستوي. جميل. هي رشه فلفل اسود خفيفه. فلفل اسود. وكان الله يحب المحسنين. هذا طبعا مكونات الثريد. الثريد. نعم. بس بدنا اي نعم. ايه. بدنا تغلي شوي هلا منشان لحتى بس تغلي. ايه. شي خمس دقائق منشان لحتى نضيف نضيف الخضار عليها. وعلى فكره هي كل ما كانت الخضار متماسكه وكانت يعني بحجم كبير، كل ما كان لها منظر طعم. على فكره وطعم طعم في. نعم. طبخه الثريد. هلا بدنا نحن يستخدم طبعا الخبز الرقاق في. ايه؟ الثريج. نعم. صحيح. الخبز. نعم. هذا الخبز بينعجن. نعم. من الطحين. أيوة. وماء ورشه ملح خفيفه. نعم. لا. نعم. وبيطلع وبينعمل على طوبة. احنا طوبة. نقول. ايه. نعم. نعم. بيطلع هيك على فكره لذيذ. يعني هو لذيذ. نعم.
هلا بدنا نعمل الامهات على فكره دائما في شهر رمضان الامهات وربات البيوت يجهزوا خبز رقاق بفتره على فكره نعم. على اساس بعدين يتاح لهم الفرصه انهم يشتغلوا في امور ثانيه بالضبط يعني يحفظ في الثلاجه واحيانا يفضل انه يكون طازج. هلا بدنا نعجن عجينه الجيبات ايوه مع العلم انه انا هاي الطبق الثاني على فكره عندنا نعم. اليوم احنا ناخذ اعزائي المشاهدين المقادير هي على الشاشه طبعا مثل ما شايفين عندنا نص كيلو طحين 100 جرام زبده سائله ملعقه صغيره خميره فوريه وملعقتين طعام سكر وملعقه صغيره فانيلا بودره وكوبين ماء فاترين وبيضه ورشة ملح خفيفة وطحين كمان وطبعا عندنا كوب دبس للجمال ونص كوب سمسم اخر شيء على من بعد ما نقليهم بنحط الدبس وبنحط السمسم. هذا الطحين تقريبا نص كيلو بدنا نحط زبدة عليهم تقريبا أيوة. شيء ملعقتين بدنا نحط نحن هوني ملح وفانيلا ايوه عليهم مشان حتى عندنا هوني ملعقتين كمان سكر عندنا تقريبا ملعقتين أيوة. سكر مش كله ملعقتين سكر نعم بالضبط وبعدين بدنا نحط هوني في خميره بنحط لها شوي مي فاتري خميره فوريه وخميره عاديه يراوي المشاهدين نشوف هيدي خميره اعزائي المشاهدين بنحط ملعقه خميره بيره هيك حب صغير وبنحطهم فوق منهم وهون عندنا طبعا مثل ما شايفين بدنا نقصها هيدي خميره فوريه اعزائي المشاهدين متابعينا طبعا طبخاتنا اليوم من الامارات بلاد السعادة والإيجابية اليوم مع الثريد الإماراتي ومع أيضا الجيمات الإماراتية اليوم الشيف يراوينا طريقة عجن الجيمات نعم هلا بهالشكل نعجنهم حطينا البيضة وبلشنا نعجنهم بدنا هوني طبعا مي فاترة أيوة نستخدم المي فاترة دائما عشان تسرع عملية طبعا الخميرة بالضبط ايه بعد بتحطي مي فاترة بتطلع خاصة إذا احنا كنا مستعجلين دائما على فكرة في العجائن نعم صح يا شيف؟ نعم نحن نستخدم دائما مع الخميرة المي الفاترة ايه نعم مشان لحتى على فكرة يعني أنا أشم ريحة الجيمات على فكرة يعني من العجينة أشم ريحة الجيمات نعم قبل ما تتقلى ايه بالضبط يعني تقريبا كوبين مي نستخدم للعجينه نعم للعجينه بتصير وعلى بهالشكل. حسب ما تكون متماسكه صحيح نعم شيف بالضبط اي وبعدين هيدي الجيمات كثير مشهوره طبعاً بالامارات طبعا مشهوره في دوله الامارات نعم وعلى فكره بدا عندنا ارقام التليفون للتواصل على الشاشه وبعد قليل بنطرح سؤال المسابقه لهذه الحلقه يتابع الشيف نعم هلا عم نعجن هون بهالشكل لازم أيوة. يكون لا شداد ولا رخوين بهالشكل يعني تكون العجينه متماسكه تكون العجينه متماسكه هيك شوف كيف صاري طبعا كل ربة بيت لها طريقه في نعم. عجينه الجيمات احنا طبعا احيانا يضاف عليها الهيل ويضاف عليها الزعفران نعم ويضاف حسب. عليها الماء الورد نعم حسب في عجينة الجيمات في دولة الإمارات بالضبط. وعلى فكرة مع التطور الحادث والابتكار والإبداع حتى في مجال الطبخ بدأت أيضا الجيمات تلون على فكرة بألوان الألوان المرحة نعم. الأخضر والأحمر كركم وهيك نعم وأيضا تصبغ أيضا بلون الزعفران ليعطيها لون يعني صفار وأيضا يميز الجيمات اللي في دولة الإمارات عن يعني بقية الحلويات الأخرى. هلأ بنحطها لحتى ترتاح وبعدين بنرجع هون عم تغلي المي. نحن عنا عجينة جاهزة لنشتغل فيها بالضبط وهوني النار والعانة
الأحوال على النار حلو كتير لحتى نقويها شوية. هلا بهالشكل هذا عندنا المرقة الثريد. نعم اي هلا بدنا تغلي شوية شوية تحتاج نعم. انها تغلي على اساس بالضبط نضيف الخضار شيف ولا بعد ما يحتاج؟ لا ايه بدأ بس شي تغلي بنضيف الخضار عليها مشان لحتى اوكي يعني تابع ايه هي مستوية نص استواء بس نعم. بدأ شوية ثريد على فكرة نعم. يعني مشان خلينا نحن ريحة البهارات الخليجية العربية بالضبط هيدي الخضار وايضا جزر وكوسة مميز مطبخ الامارات مميز بطبخاته الجميلة وطبخاته طبعا شو الالوان الحلوة طبعا نعم. ايوه هاي طبعا جميل طبق مع الخضروات بدنا نسكرها شوي منشان لحتى تضبط والريحه نعم. طالعه ريحه البهارات ها بالضبط حلو كثير هوني فينا نحن طبعا مثلاً هاي عجينه الجيمات نعم جاهزه فينا نعم. نحن بدنا نلونها بدنا نحط لها شوي بدنا نخليها هيك شو رايك انت بتلونها بأي لون عندك الالوان ممكن نستخدمها احنا ليه انت اللي احنا نحط دائما نحط الزعفران نعم. والماي ورد في زعفران في زعفران عندي زعفران حط الزعفران والماي ورد عليها نعم. على الجيمات بالضبط حلوة تعرفين انه ما تحلى الجيمات الا بوجود الدبس دبس النخيل طبعا نعم. دبس العربي بالضبط ليكي ما شاء الله كيف أيوة. طالعة عجنت قبل ما الهواء بيش تسلم ساعة تسلم الأيادي شيف الله يخليك العجينة رب. طالعة طبعا ماشا. ولا غلطة وإن شاء الله تطلع الجيمات على فكرة يعني لا شيء حلو كتير شيء طبعا جميل نعم. حلو أيوة طبعا هيدي الزعفران طبعا الآن طبعا الشابات والبنيات الصغار بدوا يلونوا على فكرة في الجيمات نعم. وفي الطبخ هلا انا لحتى احط الثانيه هون على جنب اي احنا ننتظر بس الثريد نعم ايوه الخضار شويه عم تغلي نعم نطول شويه على النار شويه نعلي شويه الحراره علي على الاخير على الاخير هو على اخر نعم هلا بدي انا اجيب هوني عندي طبعا لحتى اعمل هون بس بدي اقول لكم اعزائنا المشاهدين عملت هون انا كمان دائما ست البيت بتحب تعمل معجنات ايوه هيك تفاجئهم هذا ايه نعم هيدي عندي الباف بيستري عندي هون مثل ما شايفين شيف بس نتاكد مزبوط ايوه طب معاي. شو رايك نشيل هاي نحطيها لا هيدي اكثر اعلى من هيدي اوكي هلا هوني مثل ما شايفين اعزائنا طبعا الشيف بيبدع لنا اليوم في الاكلات عندنا اللي هي عجينه الرقاق نعم عجينه الباف بيستري ايوه بالضبط هلا هوني حطيت انا جبنه ونعنع يابس اوكي وزلال البيض معها هيك هيدي مش نازلين بالمقادير بس يعني حبينا نعملهم هيك جاطة اي احيانا على فكره ربة البيت تحاول تسوي مع الاطباق الرئيسيه اشياء يعني خفيفه ويعني لذيذه نعم تحلي فيها المائده بالضبط واليوم الشيف طبعا مسوي لنا بعض من الفطاير الخفيفه نعم. جدا ممكن نحن نخليها دائما متواجده على المائده هيك بهالشكل فينا نعملها هيك بهال بشوكه وبعدين نرجع ندهنها بيض وبنرجع نحطها بالفرن لحتى تستوي وبكون عندنا هالجبنه هاي شو المستخدم من الحشوه؟ جبنه موزاريلا ايوه وشوي مع حلوم ايوه وحطيت لها نعناع يابس وممكن نستخدم يعني مكونات ثانيه وشوية نعناع اخضر معها أيوة. اي نعم هلا الاجبان الموجوده فينا ايه نحط معها فيتا فينا نحط معها بس اهم شيء بنحط معها حسب الكميه نص بيضه اذا كان كميه كبيره بنحط بيضه وهلا بدي انا مثل ما شايفين اعزائنا بدي نعم نتابع على فكره الثريد يعني بالضبط ثريد الانظار كلها على الثريد عم يغلي نعم طبعا عم يغلي ها غلي ها نعم
طبعا الثريد دائما مفضل في الأطباق على الموائد في دولة الإمارات العربية المتحدة. بالضبط. وفي شهر رمضان المبارك، وطبعا هو يتكون من الرقاق اللي هي الخبز الرقاق فينا العربي. هيكي نعم. منحطه بالفرن لتحمر، وطبعا نحن نسميها دائما اللي هي مرق هيكي يا دجاج بالفرن. ايوه بالضبط، يا دجاج يا لحم دائما يستخدم في الثريد. واليوم الشيف وديع طبعا استخدم لنا الثريد اللحم. بالضبط. وطبعا ثريد اللحم مفضل دائما في عند العوائل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في شهر رمضان. ودائما على فكرة يجهز اللحم قبل حلول الشهر على فكرة. بالضبط. وتجهيز الشهر. نعم. هلا مثل ما شايفين طبعا نحن بدنا نبلش بالجيمات نشوف اذا بسم الله في التجربة. اي نعم. الحين نتابع الشيف معانا في الجيمات. اي نعم. وبدي اشيل انا المصفاي ولا عن بعد اذنك؟ تفضل. الشهيد الثانية. نعم. نتابع مع الشيف. بالضبط. الجيمات. هلا لنعمل الجيمات بعدين بنشيله على. شوف الهيئة يعني هلا. على فكرة عاد هاي أنا ما أقدر أضبطها. هاي أنا عادة الطريقة هاي أنا ما أقدر أضبطها بالجيمات. والله؟ إي. بستخدم دائما يعني إيدي. ايه من صحيح. غير الخاشوقه. غير الخاشوقه. اي نعم. في تقسيم العجينه. سبحان الله. اي. وعلى فكره يقول لك من نجاح الجيمات انه يكون الزيت مبرومه. على فكره يكون الزيت حار. نعم. وحار يعني بدرجه انه على طول يعطيك نتيجه فتاكه. انه الحبات الجيمات تكون مقرمشه. نعم. في من حراره الزيت نفسه يعني. بالضبط. وكان طبعا احلى يعني احلى شيء ريحه كانت عندنا على فكره احنا في الفرجان الاول والحارات القديمه. نعم. ريحه الجيمات وطعم الجيمات، وعلى فكره الناس دائما على فكره كانت تحب الجيمات في الفواله، فواله رمضان. بالضبط. حلو كثير طبعا. أي. اهم شيء بهالطريقه. اوكي. حطينا لها زعفران، حطينا لها ما ورد. فاذا اعزائي المشاهدين بنطلع فاصل قصير وبنرجع نكمل حلقتنا مع متابعين. طبعا اعزائي رجعنا لكم بعد الفاصل ونحن عم نقلي طبعا الجيمات. ايوه معانا الشيف الجيمات على النار في الزيت. وطبعا كل ما كان قلنا الجيمات تكون طبعا حمراء وتكون مقرمشه. ايه طبعا. أي. كنت كثير. أي. لذيذه. هلا بدي اطفي هذا، مش بحاجه لي الثاني. هلا هذا وهون مثل ما شايفين رجع يضوي هذا. ليش؟ طبعا الجيمات خلاص. اوكي بلشت تاخذ اللون الاحمر. نعم. شوي شوي عشان مس. نعم. ايوه بالضبط. اوكي هيك بهالشكل. هاي الجيمات على فكره الجيمات لها يعني رائحه تختلف. بالضبط. ايه كثير من الحلويات المرغوبه على. نعم. فكره. هلا انا بدي احط عندي هون طبعا اعزائي مثل ما قلنا لكم عندنا قمر الدين، وقمر الدين بتجيبوا يا مشمش بهالشكل هذا هيك يعني. نعم. او بكون هذا مشمش مجفف، او بكون يعني قمر الدين هيك منشف وبتنقعوا بالمي. بس انا عملته بهالشكل كثير ليكم احلى وطالع لونه
لذيذ وطيب. هلا بدي اسكبه انا بهالشكل. ايوه لك شو منظره حلو. وبعدين قمر الدين من المشروبات طبعا المفضله في شهر رمضان. بالضبط. هلا خلط قمر الدين مع شو شيف؟ اي نعم، مع السكر. مع السكر ومع الماء الورد. ايوه. وبعدين طبعا حطينا له يعني مثل ما شايفين يعني ضربنا المشمش المجفف بالماء البارد. أيوة. مع السكر والماء الورد، وصار عندنا هيك الالوان اللذيذه. وبعدين في عندنا كمان مكسرات مقادير قمر الدين شيف. نعم. عندنا على الشاشه. نعم 200 جرام مشمش مجفف، 100 جرام سكر، صنوبر منقوع، و 50 جرام لوز، و 50 جرام صنوبر، 50 جرام زبيب، و 100 ملي ماء الورد. وهلا هودي بدنا نحط عليهم هونني كلهم منقوعين، بنحط على وجههم اللي هي زينة، الزبيب، زبيب والمكسرات، بعض المكسرات، المكسرات لوز وفستق حلبي، وطبعا زبيب ولوز وفستق حلبي وصنوبر، اربع اصناف. ولكم كيف طالعين حلوين، شيء حلو كثير وطيب ولذيذ بهالشكل. نعم هلا بهالشكل نحن يكون خلصنا. والقيمات عندنا قمر الدين على فكره حمرت. الله تاخذ لونها جميل، لونها حلو كثير. اي نعم ذهبي. نعم بالضبط. هلا فينا نحط متى نقدر نقول احنا القيمات انها تكون يعني ناجحه في التحمير؟ اي نعم. اقدر اشيلها الحين؟ نعم. اطلعها من المقلاه؟ بالضبط. اي هاي اعزائي المشاهدين نتابع اللي هي القيمات، نحطها في المصفايه. نعم هلا معنا سؤال لحلقة هذا اليوم شيف ولا ما معنا سؤال؟ والله معنا سؤال. شو السؤال حلقة اليوم؟ مشاهدينا ينتظروا سؤالنا لهذا اليوم. السؤال يقول ما هي الطبخة الشعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تعتبر سيدة المائدة؟ ما هي الطبخة الشعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعتبر سيدة المائدة في رمضان؟ في رمضان. حلو كثير. في رمضان وغير رمضان، لكن في رمضان يكثر عليها الطلب. حلو. ممكن اللي يعرف السؤال طبعا الإجابة عفوا على هذا السؤال يتواصل معنا على الأرقام اللي بتعرض على الشاشة. وشو هدية الفائز اليوم عندنا؟ شو الهدية؟ كأنها لإفطار لشخصين في فندق كونكورد. حلو. والجائزة أعزائي المشاهدين هي إفطار لشخصين في فندق كونكورد. نرد نذكر بالسؤال، ما هي الطبخة الشعبية في دولة الإمارات والتي تعتبر سيدة المائدة وخاصة في شهر رمضان؟ طبعا احنا سوينا الثريد وسوينا الجيمات، لكن في شيء ثاني ها ما سوينا اليوم اللي هو يعتبر من أساسيات المائدة في شهر رمضان المبارك. طبعا اللي يعرف الإجابة يتواصل معنا. مواصلين معاكم الله الطبخة الثريد. اي نعم. اي بهالشكل يكفي. اي نعم. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وانتم بخير، حياك الله معنا. هلا. بتجاوبين على السؤال؟ ايه. شو السؤال الاجابه؟ الهريس. اجابتك الهريس؟ ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه ونسمع ان شاء الله الجواب في اخر الحلقه. اوكي. منتظرين اتصالاتكم اعزائي المشاهدين وحتى في ملاحظاتكم.
على فكرة الجيمات تشهي على فكرة. نعم. واحنا صايمين يعني، والشيف بالزبط. وديع قاعد يشهينا يعني واحنا نعم. صايمين بالزبط. شهينا باكلات وطبعا اللذيذة. ليك كيف ايوه نشوف على الكاميرا شيف. نعم. نشوف على الكاميرا باذنجان الخضار اللحم والطبخة الثريد والمرقة الثريد. المرقة مرقة الثريد. الو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كل عام وانتم بخير. وانتم بخير ان شاء الله. حياك الله. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. سمعت السؤال؟ ايه. حاب تجاوب على السؤال؟ ان شاء الله. ايه. الهريد. تفضل تفضل. الهريد. ان شاء الله تكون اجابتك صحيحة وننتظر ان شاء الله تعالى. ننتظر نهاية الحلقة إن شاء الله بنعلن أسماء الفائزين وبنقول الإجابة الصحيحة. الشيف وديع اليوم ماخذنكم في رحلة عبر محطات الإماراتية، محطات الأكلات الشعبية الإماراتية. اليوم من أرض الإمارات، أرض الخير وأرض العطاء. نعم. الجيمات واللقيمات نحطهم بي والثريد الجاد. على فكرة الجيمات تحلى بالدبس وتحلى بالسكر أيضا، وعلى فكرة في الماضي ما شاء الله اتصالاتنا في أعزائنا المشاهدين. شكرا على المتابعة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك عليكم الشهر. علينا وعليكم إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. بخير يا رب. شو رأيك بطبخاتنا اليوم؟ الله يعطيه العافية يا رب. الله يعافيك. لا الشيف وديع اليوم مكسر المطبخ الإماراتي على فكرة بالثريد. ما شاء الله. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك إن شاء الله. حابة تجاوبي على السؤال؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. الهريس. إن شاء الله تسمع الإجابة في آخر الحلقة. إن شاء الله. تكون إن شاء الله من الفائزين. شكرا شكرا على اتصالك. الله على الجيمات. نعم. يتابع الشيف على فكره. شوفي طالعين حلوين. اي الالوان حتى الوان الجيمات على فكره. اذا طلعت الجيمات دائما اذا طلعت الجيمات بهاللون نعم. تعتبر على فكره يعني مزبوط. ربة البيت ممتاز يعني ممتاز. العجينه حتى وال بالضبط طبخ نفسها يعني حلو. بس ليش احيانا تطلع على فكره في كثير تطلع يعني غامجه. نعم. هي عمليه تسخين السمن صح او بالضبط. الزيت. ايه هلا عم نشوف السريد ليك هلا. ايوه الالوان على فكره الريحه حلوه كثير. ايه حلوه. نعم. كثير ولذيذه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبتين كل عام وانتم بخير ان شاء الله. الله يخليك وانت بخير ان شاء الله وكل اهل الامارات ان شاء الله بخير يا رب. ان شاء الله يا رب ينعاد علينا وعليكم ان شاء الله تعالى. وعليكم ان شاء الله يا رب. معكم مطارق من الامارات. حياك الله مطارق. حياك الله. شو مطارق شو رايك بالجيمات شيف؟ لا لا الجيمات حلوه كثير خصوصا لما حطيته على الزعفران. لا نحط عليها ان شاء الله الزعفران. الله يخليك. حابة تجاوبي على السؤال؟ أشارك على السؤال؟ ايه تفضلي. الجواب هو الهريس. لا ان شاء الله تكون اجابتي صحيحة. بنسمع الاجابات ان شاء الله في نهاية الحلقة ان شاء الله. تابعينا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله وعلينا وعلي. شكرا. طبعا اعزائي المشاهدين نشكر اعزائنا المشاهدين على المشاركة معنا بهال بهالجائزة ونحن بننتظر اتصالاتكم كل يوم. اي استفسار اي شيء بتستفسروا يا اهلا وسهلا. صراحة يعني نحن موجودين للرد على اسئلتكم والاستاذة آمنة كمان اي سؤال. اليوم الشيف يعني على فكرة عنده يعني معركة في المطبخ الاماراتي
وعنده جو مفعم بالنشاط. الله يخليك. طبعا احنا دائما نحب دائما المشاهدين يتواصلوا معنا، يعطونا ملاحظاتهم، حتى يطلبوا الاكلات اللي هم ممكن يسالوا يستفسروا. طبعا الشيف ما شاء الله موسوعه مطبخ عالمي الله. متواجد عندنا. بارك الله فيك. برنامجنا اليومي دائما يبث من قناه الفجيره. طبعا اعزائي فينا نطلع فاصل قصير وبنرجع نكمل الحلقه معك. طبعا اعزائي رجعنا لكم بعد فاصل. طبعا عندنا حطينا الهريس كمان، كنا حاطينه بقى الفرن، ضربناه على المكنه بالسريع، وعندنا طبعا هالقيمات. أيوة. بدنا نحط لها دبس، الدبس عليها بهالشكل. أيوة. مشان تعطيها هالطعم اللذيذ. احيانا والعسل، والعسل في منهم بيحطوا عسل، في منهم بيحطوا دبس. وبعدين بنحط السمسم. كثر دبس شيف. اي نعم. أي. وهذا السمسم عليه كمان من فوق. هي ما تحلى القيمات الا بالدبس. اي نعم. هي كثر يلا الدبس. ايوه. اي نعم. ايوه. بالضبط. اوكي جميل. حلو. ايوه. هذا اليوم. ايوه. طبق مميز. وبعدين نحط عليها ال مثل ما شايفين. طبعا ممكن نحط. مثل ما شايفين اعزائنا. أيوة. هلا نحن بدنا بقى سيد ال بدي اسكب ال هيك بهالشكل. ايوه سيد السريج. ايوه معنا اتصال فينا. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. عليكم السلام والرحمه. حياك الله. نمسيكم بالخير والنور والسرور. حياك الله. كل عام وانت بخير. الله يخليك. الله فيكم. شكرا. كل عام شكرا. بخير ان شاء الله. دائما متواصلين معاكم ان شاء الله. تفضل. الله يبارك فيكم. الله يبارك لكم. انا بس بدي اجاوب على السؤال. على السؤال. تفضل. شو هو الاجابه؟ هو الهريس لو سمحت. ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه وتسمع ان شاء الله الاجابه الصحيحه في نهايه الحلقه. شكرا على اتصالك. شكرا. شكرا. الله. ايوه معنا الثريد طبعا. أيوة. مقلوب اليابس. ايوه على فكره الثريد طبعا اعزائي المشاهدين بيكون عملنا هالاطباق، وفي كمان عاملكم انا هاي الاكلات اليوم مفاجاه كمان. أيوة. هيدي طبعا هذا مثل ما قلنا لكم اللي عملناها جبنه مع أيوة. يعني عجينة الباف بيستري مع الجبنة، وهيك بيكون عندنا هالأطباق الإفطار اليوم، إفطار الشهي. أيوة ما شاء الله. طبعا مثل ما شايفين عندنا عملنا طبعا هذا سبيسيال. أيوة. المقبلات. مقبلات يعني. أيوة. فطاير بالجبنة. فطاير بالجبنة. عملنا سريد باللحم. أيوة. والخضار اللي هي الطبخة الإماراتية. عملنا كمان الأكسترا الزيادة لأنه. أيوة. سريد. أيوة. سريد بده يمشي معه هريس. مع هريس طبعا. وطبعا هالطبق القيمات وأمر. أيوة. الدين. وبيكون. أيوة. هودي أطباقنا لليوم. انتظرونا بأطباق جديدة وحلويات جديدة. الله. حلوة صراحة الأطباق اليوم. وطبعا أعزائي المشاهدين من كل بلد أكلة، وإن شاء الله بكرة بأكلات من مصر الشقيقة نعمل أكل هيك حمام محشي وأكلات أم علي وشي أشياء هيك حلويات من مصر. أعزائي المشاهدين كل يوم طبخة. نعم كل يوم طبخة. ولا يسعنا إلا بنشكرك جزيل الشكر على طبعا تقديمك معنا بهالأكل، خطوة عزيزة علينا. شكرا. وطبعا أعزائي المشاهدين لكم رمضان كريم، كل عام وأنت بخير. وإنك يا أستاذتنا الكريمة. شكرا. طبخاتك الجميلة والرائحة الزكية في الطبخات اللذيذة طبعا والرائحة الزكية، وان شاء الله تعالى نلقاكم على خير ان شاء الله. بتكون كرة. خلصت حلقتنا لليوم اعزائي، على امل نلاقيكم بحلقه جديده ووصفات جديده. والى اللقاء وباي باي.